تمام الحمد لله وكل شيء من أمر الله. صدمة كبيرة أصابت رواد السوشيال ميديا ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، واللي كان فيه مشكلة بينه وبين محمد رمضان وكلنا عارفينها. تجربة أولى من نوعها بيقوم بسوء الطيارة. قلب أبيض باسبوري أسود. المشكلة بقى مش في كده، الأزمة في تصريحات ناس من قرايب الطيار المفصول أشرف أبو اليسر اللي طلعوا وقالوا إن حالته الصحية اتدهورت بشكل كبير بعد الاستئناف اللي تقدم به الأسطورة في قضية التعويض. قرايب أشرف أبو اليسر قالوا كمان إنه بدأ يحس باليأس من الحصول على حقه من محمد رمضان، وحس باستفزاز كبير لما محمد رمضان نشر فيديو ظهر فيه وهو بيرمي الدولارات في حمام السباحة. وبالرغم من التصريحات دي إلا إن الطيار أشرف أبو اليسر قرير خرجت قبل كده بتتكلم عن نقله للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية واللي سببت في دخوله العناية المركزة. وتعليقا على وفاة الطيار أشرف، نشر الفنان محمد رمضان على حسابه على انستجرام صورة مكتوب فيها إن لله وإنا إليه راجعون. الصورة دي انتشرت على مواقع التواصل، ولكن لما دخلنا على حساب محمد رمضان ما لقيناهاش. وفي آخر ظهور ليه قال الطيار الراحل أشرف أبو اليسر: أنا موجود في المستشفى بقالي فترة بعد ما تعرضت لوعكة صحية بسبب اللي حصل لي خلال الفترة اللي فاتت. تمام الحمد لله وكل شيء من أمر الله. بيعدي وبيكون وبيعدي وبيكون خير. رغم إنه هيكون شر يعني. وقال الطيار: أنا تارك أموري كلها على المولى عز وجل، الحمد لله على كل حال، أشكر كل من سعى للإطمئنان على صحتي. وفي آخر لقاء أشرف أبو اليسر ما تكلمش بس عن حالته الصحية، لأ ده كمان اتكلم عن الفيديو اللي نشره محمد رمضان وهو بيرمي الفلوس في حمام السباحة، وقال في ناس كتير قوي محتاجة الفلوس دي، ناس كتير تعبانة ومحتاجة، ياريت يقدر يوجه الفلوس دي صح، ياريت يقدر يوجهها صح. كله بالعربي، كل برغوت على قد دمه. انت ممكن بالنسبة لك المية جنيه او الالف جنيه ممكن يبسطوك، واحد تاني الالف جنيه ممكن ما تملاش درج تلاجته، كل طبقة عايشة برصيدها. وفي النهاية من حكم في ماله ما ظلم. طيار اشرف ابو اليسر كابتن طيار مدني تم فصله من عمله بشكل رسمي ومنعه من مزاولة مهنته، ده بعد ما نشر الفنان محمد رمضان فيديو ليه داخل حجرة القيادة في الطيارة، الأمر اللي تسبب في حالة كبيرة من الجدل وفصل أشرف أبو اليسر والطيار المساعد كمان تم توقيفه عن العمل لمدة سنة واحدة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وما تنساش تعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد.